أهلا بكم. ما زال صراع مقتدى الصدر مع شركائه السابقين في إطار الميليشيات التنسيقي في تصاعد مستمر، والمخاوف كذلك تتزايد من اندلاع قتال بين الميليشيات المسلحة في الشوارع، حيث طالب الصدر بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، وأكد أن لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه في هذا الإطار، كما جدد دعوة أنصاره لمواصلة اعتصامهم في البرلمان في بغداد، فيما دخلت قوى عربية ودولية على خط هذه الأزمة داعية للتهدئة وضبط النفس. ومع هذه التطورات تزداد الأزمة السياسية في العراق تعقيداً، فبعد 10 شهور على الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً وعجزاً واضحاً للقوى السياسية في حسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة وإيجاد حل جدي لهذه الأزمة الخطيرة التي تعصف بالعملية السياسية. استمرار الأزمة بين الصدر وإطار الميليشيات التنسيقي ومسارات ومآلات هذه الأزمة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها التساؤلات التالية: ما الذي سيتغير في واقع العملية السياسية وصراع قواها وميليشياتها إذا ما أعيدت الانتخابات البرلمانية كما يطالب بذلك الصدر؟ ولماذا عجز ويعجز دستور العملية السياسية في إيجاد الحلول الناجعة للأزمات والصراعات المزمنة بين قوى هذه العملية؟ وهل فعلا أن دعوة الصدر لإعادة الانتخابات وترحيب قوى الإطار هدفها إدارة الأزمة وتأجيل انفجار العملية السياسية وليس حل الأزمة وهل يعتقد الصدر أن معضلة العراق هي في الانتخابات ونتائجها فقط وليس في أزمة النظام السياسي وصراع قواه المزمن على السلطة والمغانم والتبعية للخارج؟ مشهد هذا الصراع المتصاعد بين الصدر وإطار الميليشيات فجر السؤال الكبير مرة أخرى، أو أعاد السؤال الكبير مرة أخرى: أين الدولة العراقية بصفتها كيانا ومفهوما سياسيا بعد العام 2003 في لجج هذه الصراعات المستمرة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، كامل الحساني، أحمد الجنابي. ربما أدرك شركاء العملية السياسية أنهم وصلوا إلى نهاية مسيرتهم، فلم يعودوا يستطيعون احتواء أي قضية خلافية فيما بينهم. تصاعد الأحداث وتسارعها بعد انتخابات عام 2021 يؤكد ذلك. الإطار التنسيقي والتيار الصدري وصلا إلى مرحلة انعدام الثقة، وصارا يبحثان عن مخرج يؤجل الصدام المنتظر أو يجنبهم الصراع الدموي، ووصلوا إلى مرحلة التخبط والعجز عن تشخيص الأزمة القائمة وعلاج أسبابها رغم الرعاية الإيرانية. وكمن يخدع نفسه، يرى الصدر أن المخرج يكمن في إجراء انتخابات جديدة، وكأنما الأزمة منبثقة من نتائج الانتخابات السابقة، لكن المعطيات تثبت خلاف ذلك. فلو أعيدت الانتخابات ماذا ستفرز؟ إما التيار الصدري يفوز كما في الانتخابات السابقة أو الإطار التنسيقي، وعند ذلك يعود الصراع مرة أخرى على شكل الحكومة. الدعوة لانتخابات جديدة مجرد حبوب مسكنة لهذا المرض العضال الذي أصاب جسم المنظومة الحاكمة. وأغرب من الدعوة إلى انتخابات جديدة تشدق الطرفين بالحديث عن احترام الدستور وضرورة التقيد به، رغم أن هذا الدستور لم يستطع حل أزمات البلاد، فضلا عن أنه لم يحل الأزمات المشتعلة بين الأحزاب والكتل. أهم من هذا الصراع والبحث عن حلوله هي الكارثة الحقيقية التي يمر بها العراق منذ 20 عاما، بدلاً من البحث عن حلول لأزمة صراع سياسي بين أطراف وجودها أساساً في العملية السياسية هو سبب ما يمر به العراق. ولذلك الحراك الشعبي التشريني أدرك أن الحل يبدأ بإسقاط المنظومة الحاكمة بجميع رموزها وأحزابها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في استمرار الأزمة أو الصراع بين الصدر وشركائه السابقين في إطار الميليشيات التنسيقي ومسارات ومآلات هذه الأزمة. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي،
وسيكون معنا أيضا هنا في الاستوديو الأستاذ كامل الحساني الإعلامي والخبير القانوني، ومعنا عبر الهاتف سيكون من العاصمة الأمريكية واشنطن الإعلامي والباحث السياسي أحمد الجنابي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع من آخر أبديت في هذه الأزمة، وهو خطاب الصدر الذي دعا فيه إلى إعادة الانتخابات البرلمانية مرة أخرى. هذه الدعوة لإعادة الانتخابات، هل ثمة تعويل عليها؟ هل ستغير شيء من واقع العملية السياسية؟ ستغير شيء من واقع العراق؟ وكأن الصدر يعول على إعادة الانتخابات وما ستفرزه من نتائج، هل ستكون معطى مختلفا لواقع العملية السياسية والعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ ماجد وحييك وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. حقيقة بداية ربما علينا أن نتساءل أين تكون مشكلة العراق؟ يعني قبل ذلك أي شخص يعاني من أوجاع، يعاني من آلام في جسده في كل جسمه، يذهب إلى الطبيب. نعم. والطبيب بعد أن يكشف عليه يحدد المرض، يحدد العلة، أين العلة، ويصف الدواء. نعم. هكذا الحال في كل القضايا، حتى في كل القضايا، هندسية، اقتصادية، فنية، سياسية، كل اجتماعية، أن تعرف المشكلة وبالتالي تبحث عن حلولها، تجد لها الحلول المناسبة. أين مشكلة العراق؟ هي المشكلة في انتخابات أم في عملية سياسية هي الأساس، الإطار الحاكم للعراق، الإطار السياسي، ما يسمى العملية السياسية هي المشكلة، هي العلة. العلة هنا، وما خرج عنها كل مخرجاتها من انتخابات، ما يسمى انتخابات، سلطات تنفيذية، سلطات تشريعية، سلطات قضائية، كلها انبثقت من هذه العملية السياسية، كانت تشكل حالة من الخراب والدمار ومخرجات مؤذية للعراقيين طوال 20 سنة. فالمشكلة أساساً يجب أن تحدد أين المشكلة. ومع ذلك إذا استثنينا ذلك وذهبنا إلى ما يعني يريده مقتدى الصدر ويقول إعادة الانتخابات مرة أخرى، طيب ما هي الانتخابات الماضية كان هو الجزء الأكبر فيها، نعم، واضطر إلى الانسحاب لأن هناك جزء معطل وجزء ما أعرف منه وصراعات بينهم، وبالتالي انسحب وسحب كل نوابة اللي عددهم 73 أو 76 نائب. الآن لو أعدنا الانتخابات مرة أخرى لنفترض هكذا وجاءت النتائج مشابهة، ماذا يعني ما الذي سيحدث؟ هل سنعود إلى انتخابات مرة أخرى؟ طيب هو يقول أن الفاسدين كل هؤلاء الذين يعني مجربين لا نقبل بوجودهم. نعم. طيب إذا استثنينا هؤلاء من سيشارك؟ هل الأحزاب التي يعودون إليها نقبل بمشاركتها، يقبل بمشاركتها؟ مثلا حزب الدعوة وغير أحزاب وكل هذه، لكن تأتي بوجوه جديدة لا أحد يعرفها، هل نقبل بها؟ هل العلة في الوجوه أم في الإطار نفسه في الأحزاب هذه؟ في عام 2003 عندما احتلت أمريكا العراق وشكلت إدارة بإدارة بريمر، كان هناك مركز للدراسات كبيرة تابعة للبنتاغون، وظيفتها تشكيل الأحزاب في العراق، كانت تعطي أموال للناس حتى يشكلون أحزاب، أي واحد يتقدم بطلب صغير بأي ورقة يكتب أنا أريد أشكل حزب يعطوه أموال، يعطوه مبلغ كبير جدا جدا لتشكيل أحزاب، لا يطالبونه بعدد ولا يطالبونه ببرنامج ولا بمنهج ولا بأي شيء مباشرة، فشكلت أحزاب كثيرة، وهذه الأحزاب هي التي تتناسل وهي موجودة ما زالت موجودة. طيب هي المشكلة بهذه الأحزاب؟ وهل هذه الأحزاب خلقت عندنا حياة سياسية، خلقت حالة ديمقراطية ما يسمونها؟ وهل الانتخابات هي كانت تشكل منهج ديمقراطي؟ يعني هل الانتخابات كهذه الفقرة هي الديمقراطية؟ أم هي يعني وسيلة من وسائل الديمقراطية؟ الديمقراطية حياة كاملة، نشأة، ثقافة، تربية كاملة، منهج كامل، بناء تراكمي. نعم. الانتخابات جزء بسيط من عنده. مع ذلك هو يقول عراق ديمقراطي حر، هكذا يقول. فإذا ما جاءت هذه الأحزاب هل نقبل بها؟ وهي الأحزاب طلعوا عليها في ثورة تشرين، حرقة ومقرات الأحزاب والناس. وقال الانتخابات أيضا واحدة من شروطها ومقتضياتها إبعاد الفاسدين وعدم السماح لهم بالمشاركة مرة أخرى. نعم هو هذا، تبعد الفاسدين. طيب اللي ما عليهم ما نعرفه، ما نعرف لا فاسدين أو غير فاسدين، لكن هم يتبعون لأحزاب موجودة
ما أنت بالتالي أنت مجموعة من الأحزاب وتقول إحنا ديمقراطية حتى يشارك بالانتخابات، من سيشارك بالانتخابات؟ ما الشعب 85% من عنده في آخر انتخابات سموها مبكرة لم يشارك، من شاركوا لا يتجاوز عددهم 15 إلى 13% وهو كان الكتلة الأكبر. طيب من سيشارك؟ ما ربما الشعب، مو ربما، أكيد الشعب سيقاطع أكبر، المقاطعة ستكون أكبر، بالتالي ماذا ستفعلون؟ لذلك هذه مشكلة دكتور، اسمح لي حتى الآن يعني نسترع التاريخ كثيرا، مشكلة كأنه كمن يعني دوران في حلقة مفرغة لنسأل ضيفنا وهو خبير قانوني الأستاذ كامل الحساني، هذه المشاكل المتوالدة المزمنة التي تعصف بالعملية السياسية منذ إبصارها النور وحتى اللحظة، والكل يقول أن مرجعيتنا في العمل السياسي في إدارة الدولة هو الدستور، هو له الكلمة الفصل وهو الذي يحكم بيننا، لماذا عجز هذا الدستور ويعجز عن إنهاء أزمات العملية السياسية، عن إنهاء مشاكلها، ما دام هو مرجعية دستورية وقانونية محترمة عند قوى العملية السياسية؟ شكرا للاستضافة أستاذ ماجد. أهلا وسهلا. مرحبا بالضيف الدكتور رافع والدكتور الجنابي. أهلا وسهلا. الحقيقة شرفنا، هذه أول دعوة نحضرها في الاستوديو في برنامجك المهم. المعروف النظام السياسي ينتج من الدستور والمنظومة القانونية، ولكن بالحقيقة الدستور لم يطبق، يعني حتى 20% لم يجري تطبيقه، وبالتحديد من القضاء. القضاء كان مثل ما أسميه دائما هو المعمل للإجرام والخراب، بل هو اللي ورط يعني رموز العملية السياسية، سواء كانت في الشيعة أو السنة أو حتى الكرد، والكل يعاني من القضاء، ولكن الكل متردد بالإشارة إلى المشكلة القضائية وبالتحديد القيادة القضائية التي يعني هادنت وقبلت وسهلت كل ما يطلبه أصحاب النفوذ الوظيفي والمالي والميليشياتي، وهذا اللي جرى الآن. وحتى السيد مقتدى الصدر الآن يشير إلى أن المشكلة بالقضاء، وفي تغريداته أشار بأكثر من مناسبة أنه تم تعطيل مشروع الأغلبية بسبب الدعاوى الكيدية. هو سماها الدعاوى الكيدية، وهذا يعني لا أدري خوفا أم خجلا، هي الأحكام الكيدية، كان يكون بالجرأة الكافية ليقول إن الأحكام الكيدية وليس الدعاوى، لأنه أنا متطل يعني مراقب ومتابع وقريب من الأحكام الكيدية. ممن؟ ممن أحكام كيدية؟ أحكام القضاء نفسه، القيادة القضائية، زيدان وقبله كان المحمود يطلب من أصحاب النفوذ المالكي وغيره والمتنفذين، يسألهم قيموا الدعاوى وأنا سأنفذ ما تريدوه، وهذا اللي جرى بالانسداد. ولهذا احنا قبل الانتخابات ومن انطلقت انتفاضة تشرين طلبنا موضوع المحاسبة، التركيز على المحاسبة كشرط للانتخابات، ولكن لم يسمعوا هذا العنصر المهم حتى نفرز من هو الطالح ومن هو الصالح. أما قد أعلن السيد الصدر دعوته للانتخابات المبكرة، فلا بد الآن من إجراء محاسبة حتى إذا أراد بالفعل أن يبعد الفاسدين والقتلة والمسؤولين عن هذا الخراب، لا بد أن تسبق هذه الدعوة وحل المجلس محاسبة قضائية أصولية من قضاء شجاع وعادل وشريف، يطبق الدستور، يطبق القوانين، يطبق الأصول القضائية. وهذا ما أتوقعه بالأيام القادمة، سيتم طرح موضوع السلطة القضائية لأنها مسؤولة على الانتخابات السابقة واللاحقة إن جرت، سواء كان في المفوضية أو في الترشيح والتدقيق على المرشحين والطعون بالمرشحين والطعون بالأحزاب وكل هذه المواضيع المتعلقة بالانتخابات، أعتقد أن تخص الميدان القضائي. وبدون المراجعة القضائية ومحاسبة القيادة القضائية على انحرافها الدستوري والقانوني، لا يمكن أن نثق بالسلطة القضائية الحالية لأن تجري انتخابات سليمة. ليس يعني وحدي أقول هذا القول، كل القوى
الوطنية وحتى الدولية والأممية أعلنت صراحة أنه القضاء يحتاج إلى إصلاح. وآخر إحاطة من مجلس الأمن الدولي البلاسخارت بيّنت بما لا يقبل الشك وبوضوح باللغة العربية لأول مرة في آخر مراجعة أنه لابد من إجراء إصلاح قضائي وقانوني، ولم تجري هذا الموضوع، لم يجري لحد الآن. ليش؟ لأنه فائق زيدان يرفض أي إصلاح من خارج السلطة القضائية، من خارج مكتبه. واضح. نتحول إلى واشنطن لنرحب بضيفنا من هناك، الإعلامي والباحث السياسي أحمد الجنابي. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أيضا في نفس نقطة دعوة الصدر لإجراء الانتخابات المبكرة وإلغاء هذه الدورة من البرلمان، هناك من يقول أن هذه الحقيقة الدعوة ليس هدفها الإصلاح أو تقويم الوضع السياسي أو استثمار هذه اللحظة التي يعتقد الصدر أنه في موقف القوي دستوريا بين قوسين وشعبيا. هذه الدعوة الحقيقة وترحيب بعض قوى الإطار بها هو الهدف منها إدارة الأزمة وليس إنهاؤها، وتأجيل زمني للحظة انفجار حتمية للعملية السياسية التي باتت كما يقول طبعا المراقبون في لحظة الاحتضار الحقيقية. تعتقد هكذا الدعوة لإدارة الأزمة وليس لإنهائها؟ يعني طبعا هو أكيد هم في الآن في مرحلة إدارة الأزمة، لأنهم ببساطة لا يملكون مفاتيح إنهائها. ولكن يعني أنا كنت أحب أن أجيب أو أضيف على ما قاله الضيفان العزيزان سيد العزيز. إحنا مشكلتنا كما قالوا تكمن في القضاء وفي كذا وفي كذا، ولكن مشكلتنا الأكبر من وجهة نظري متواضعة تكمن في الشعب. الشعب هو أساس المشكلة. الشعب العراقي الذي تراه على شاشات التلفزيون هو أساس المشكلة، لأنه الشعب يضع نفسه اختياريا عبدا للكهنوت. الوضع السياسي في العراق هو مقولب في قالب سياسي، ولكن هو في الواقع نظام كهنوتي. هو في الواقع نظام يدار من ملالي ورجال دين مثلهم مثل البابا ومثلهم مثل أي نظام ديني في التاريخ. رجل الدين يقول لهم اذهبوا يمينا يذهبون يمينا، اذهبوا شمالا يذهبون شمالا. لذلك لن تقوم للعراق قائمة طالما الشعب العراقي أو قسم جزء كبير من الشعب العراقي يريد ويضع نفسه عبدا لنظام الكهنوت الديني. هذا هو أساس المشكلة. خليني هذا النظام، اسمح لي أستاذ أحمد، خليني هذا الكلام اللي تفضلت به صحيح إلى حد ما سابقا، الآن هذا الكلام الحقيقة الآن ما جرى. خليني أخدمك، خليني أخدم النقطة اللي أنا أوضح لك إياها وتجاوب على كيفك. أنطيك الوقت. الصدر رجل دين. ماشي ما عليه شيء. الحقيقة ما جرى خلينا نقول بعد تشرين الانتخابات التي طبعا يعني بعدها 10% فقط شاركوا في هذه الانتخابات، وهذا موقف. ثورة تشرين خرجت بالملايين ضد هذا ما تسميه الكهنوت، هاجموا مقرات الأحزاب الدينية، هاجموا رجال الدين. جمال، أي ثورة تشرين؟ ثورة تشرين كانوا يطوفون في الشوارع ويصيحون يا حسين. ماشي ما عليه. ثورة تشرين كانوا يرمون الحجارة ويقولون معاك يا حسين. لا 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 خلي نخوض أحمد أرجوك. أي ثورة تشرين؟ لا نخوض في هذا الجانب الديني والعقدي، خلينا بعيد نتكلم سياسة. لا إيه؟ ما هذا هو أساس المشكلة. ماشي تفضل أستاذ كمل أحمد. نعم كمل لذلك كمل. المشكلة يا المشكلة يا أستاذ ماجد ليه لا تكمن في الشعب العراقي فقط. نعم. أي نظام أضرب لك مثلا من الولايات المتحدة. نعم. وهذا أمر أنا عايشته شخصيا. تمام. ترامب الرئيس الأمريكي السابق قبل 2015 لم يكن سوى سمسار عقارات. نعم. حتى لو كان ملياردير هو في النهاية سمسار عقارات ليس أكثر. فجأة وبدون سابق إنذار أصبح رمزا سياسيا
يلتف حوله الملايين. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عقد حلفا مع الكنيسة، ذهب كالطفل المطيع أمام القس الذي يسمونه الدكتور ديفيد جيرمايا وأخذ منه المباركة وعقد معه حلفا. والنتيجة أضرب لك مثالا دقيقا، مهما نختلف مع الولايات المتحدة لا أحد يستطيع أن يناقش بأنها دولة مؤسسات. لم أقول دولة قانون لأن القانون أيضا يعني كلمة مطاطة، ولكن دولة مؤسسات. وترامب عندما حكم في الولايات المتحدة لمدة 4 سنين خرق كل ما بنيت عليه المؤسسات الأمريكية خرقا واضحا صريحا بدون أي لف. ورغم ذلك أقلها أنه قلب البيت الأبيض إلى شركة عائلية، هذا لم يحدث في التاريخ الأمريكي. صحيح هناك رؤساء أمريكان قربوا أفرادا من عوائلهم ولكن ليس بهذا الشكل المباشر. طيب. ورغم ذلك اليوم وأنا أتحدث معك هناك مؤتمر في ولاية لا أذكر كانساس أو إنديانا. الوضع الأمريكي مقارنة أحمد، حتى لا نستغرب في الشرح في الداخل. هذه المقارنة. نعم. عندما يدخل الدين تعمى بصيرة الناس. وإحنا مشكلتنا في العراق إنه إحنا الدين متغلغل في أعماق وعينا السياسي، توظيف طائفي وديني في الحالة السياسية. أشكرك عمد. دكتور رافع، تحدث ضيفنا الأستاذ كامل حساني أنه يعني الحقيقة ما كان للعراق أن يدخل في هذه المشاكل أو بهذه الحدة أو بهذه القسوة لو أن الدستور احترم أو طبق. هناك من يعتقد أن مشكلة العراق الحقيقة وهذه الكارثة الموجودة بالعراق والمعضلة هو لأنه هذا الدستور موجود، ولأنه هذا الدستور وإن كان يعمل به بانتقائية لكنه هو المشكلة الكبيرة. هذه رؤيتين مختلفتين. الحقيقة دعني أستاذ مازد ربما يجول الموضوع بالشكل التالي، يعني حتى ما قاله ضيفك الكريم من أمريكا الآن قبل قليل واتهم الشعب العراقي بغض النظر عن هذه القضية، لكن أقول يعني نحن الآن في هذا البرنامج اختلفنا على تشخيص من هو المسؤول. نعم. أنا أقول العملية السياسية. نعم. الأستاذ يقول القضاء وهو يقول الشعب العراقي. طبعا محترق قلبه، هو ليس اتهام المناوة أو الكارم. نعم نعم فهم. حرصا نعم. بس حتى ويتهم رجال علي أولا علينا. أنا لست رجل دين. أي نعم. ولا يعني بس عندك لحية. ولا عالم دين ولا وتسمية رجل الدين تركنا من عندها. لكن نعم. لست عالم دين ولا أدرس الدين. نعم نعم. ولا اختصاصي هذا، لكن أقول شيء واحد كإنسان يقرأ ويكتب ويعرف ويعاش بهذا المجتمع. نعم. ويعني عمري يسمح لي بهذا الموضوع. طبعا. أقول إنه يعني علينا أن نفرق من هو عالم الدين وما هو الدين الذي يستغل. أن تستغل الدين بطريقة سيئة هذا واحد. نعم. هذا وصف آخر. أن يكون في العراق هناك من يستغلون الدين ويستغلون المذهب ويستغلون الشعارات بطريقة فجة وطريقة خاطئة وطريقة يعني تسيء للدين. توظيف. أساساً توظيف بهذه الطريقة وعباءة يلبسونها هذا شكل، أو أن نجري حكماً قاطعاً أن الدين يجب إخراجه من كل شيء. الدين قيم. طب. الدين، وأنا أتحدث عن دين إسلامي. نعم. يعني أنا مسلم وأتحدث عن دين إسلامي. نعم. لكن الدين قيم، الدين أخلاق، الدين عدالة وقانون، ويؤمن بكل هذه القضية. فإذا ما أخذنا هذا الإطار العادل والصريح والواضح بالدين الإسلامي سنكون فوق الأمم. هذه منتهي القضية. لكن أن نستغله ونلبس عباءة لأفعالنا السيئة هذا شيء آخر، وهو هذا ما يحدث. هذا ما يحدث في النظام الذي في العراق. أنا أعتقد هو هذا سؤالي. لكن العلة الأساسية في كل هذا الذي نتحدث عنه أين تكمن؟ يعني نرجع مرة أخرى، عندما يذهب المريض إلى الطبيب يفحصه ويشخص المرض ويعطي العلاج، أين العلة في كل هذا؟ العلة في احتلال جاء وعمل نظاما سياسيا استغلته كل هذه الأطراف، ما سميت بأحزاب، شخصيات، ميليشيات، والشعب قاوم. أولا قاوم الاحتلال وقدم ضحايا كبيرة جدا جدا، حتى لا نتهم الشعب، جزء من الشعب، لا يمكن التعميم، وهذا التعميم خطأ.
ولا يمكن اجتزاء يعني حالات معينة وتعميمها وتصويرها على أنها هي الحالة الكبيرة. واضح. نعم طلعوا في ثورة تشرين يهتفون الحسين وكذا، لكن ما هي أهدافهم؟ ماذا كانت أهدافهم؟ الشباب الحلو هذا اللي انقتل، ألف شاب جميل انقتل بالشوارع و30 ألف انجرحوا، ماذا كانت أهدافهم؟ كانت أهدافهم نريد وطن، نريد وطن، إسقاط العملية السياسية وحرقوا مقرات كل الأحزاب هذه. شنادة ومنادة وتركنا من هذا القضية، لكن هدفهم كان وين؟ بهذا الاتجاه، وهو هذا الهدف المهم. العلة كانت في العملية السياسية. لو كانت هناك نظاما سياسيا محترما وطنيا في العراق لكان القضاء لا يستطيع أن يكون قضاء سيئا، قضاء مرتشيا، قضاء يؤلف كما يريد. بال2010 من هي الكتلة الأكبر؟ هم يسوون انتخابات وهم يقولون غير مزورة وكانت ديمقراطية، وبالتالي عندما تنتهي النتائج يقولون زورت، هم يتهمون بعضهم بالتزوير، والمحكمة الاتحادية تؤيد هذا وتؤيد ذاك وتعطي صك لهذا وصك لهذا. أنا مضطر أقاطعك، نتوقف عند هذا الفاصل. طيب. وطبعا الجواب على الدستور مشكلة أم حل راح نأجله وراء الفاصل باختصار. إذن بعد الفاصل طبعا بالاستئذان من الضيوف الكرام جميعا ومن المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في استمرار الأزمة بين الصدري وشركائه في إطار الميليشيات التنسيقي، مسارات ومآلات هذه الأزمة. ضيف طاولة رافع الفلاحي كامل حساني أحمد الجنابي. دكتور، سؤالي عن قضية الدستور. هناك من يرى أنه لو طبق الدستور لكانت الأمور لم تصل إلى هذا الحضيض، وهناك من يعتقد لا، المشكلة في الدستور. باختصار تأخرنا على الأستاذ كامل. هو الدستور أساسا جزء من الكارثة العراق. نعم. جزء من العملية السياسية التي هي أساس الكارثة، هو جزء من أدوساند لها، وهو من يسوغ لها الأمور. ولا ماكو دستور في العالم يبنى بهذه الطريقة على المكونات، وكأن العراق حالة غريبة، حالة شاذة بالعالم. فقط في العراق مكونات، هذه إيران 70-80 مكون، هذه الهند كم مكون موجود بها وكم مديانة، أمريكا هذه بلد المهاجرين. نعم. كندا، استراليا، كل الدول بها مكونات. لماذا العراق حالة خاصة ويجب أن نعمل لهم دستور، يعني نرسم لهم دستور أو نصنع لهم دستور مبني على المكونات وليس مبني على المواطنة؟ ثانياً، الدستور أساساً بمواد يجب تحتاج إلى قوانين، وبالتالي ألغام كثيرة فيه، وكل أهل القانون يعرفون هذا الموضوع. هذا الدستور ملغوم ومطاط، يعني مثل قميص المطاط، تلبسه في أي شيء هو على مقاسهم، وهم يستخدمون هذا الدستور بطريقة غريبة عجيبة. إذا ما كان لصالحهم فالدستور شيء عظيم ولا يمكن أحد أن يمسه، وإن لم يستفيدوا منه وكان فيه مواد لا تتناسب مع توجهاتهم في تلك اللحظة، الدستور يدوسونه بأقدامهم. هكذا يتعاملون مع الدستور. فالدستور هو أساساً مشكلة كبيرة، وهذا الدستور الكسيح أيضاً هم مثل ما قال الأستاذ قبل قليل، هم لم يطبقوه أساساً. يعني حتى هذا الدستور لا يطبقون منه إلا انتقائية ما يفيدهم، ما يفيد اللحظة التي يتحركون فيها. يفتشون لهم ناس يفتشون ماذا يفيدنا في هذه اللحظة، يستخدمونه باللحظة اللي بعدها يستفيدون من فقرة بالضد من الفقرة الأولى سيستخدمونها، وهكذا يستخدمون الدستور. وبالتالي عقدتنا، واحد من عقدنا الكبيرة في العراق هو هذا الدستور. أستاذ كامل حساني، الحقيقة هناك أصوات يعني دولية عربية للتهدئة وأيضا الحوار، الأمم المتحدة تدعو، الجامعة العربية تدعو إلى قضية تهدئة، الحوار، ضبط النفس وما إلى ذلك. هذه الحوارات التي لو جرت فعلا بين قوى العملية السياسية استجابة لهذه الدعوات والمطالبات الدولية أو العربية أو المحبة للعراق،
كفيلة بإنهاء هذه الأزمة وضمان عدم ولادة أزمة أخرى، توالد أزمات أخرى؟ أجرينا حوار الآن، انتهت المشكلة أم هذا نوع من العلاج التسكيني المرحلي الوقتي؟ أستاذ ماجد، بس تسمح لي أرد على الدكتور الجنابي فيما يتعلق باتهام الشعب. الحقيقة يعني تجربتي اشتغلت أنا قبل التغيير، كان المعارضة العراقية أيضا يتهمون الشعب العراقي أيام النظام السابق بأنه هو اللي ساكت على صدام وهو يستحق الإدانة. سبحان الله، هل هذه المرة نفس الشيء نسمع أصوات، وخاصة من يعني زملائنا خبراء ومختصين بالخارج، يتهمون الشعب أيضا، وهذا ظلم إضافي. الشعب يعني يباوع على الراعي، الراعي إذا مجرم ومخربط ومن أصنام الجاهلية ماذا يفعل؟ والحقيقة الشعب يعترض، اعتراض تظاهرات هناك حراك، وهنالك حكمة تقول أن الناس على دين ملوكه. وهذا الدين، الدين مثل ما تفضل الدكتور رافع، يعني الدين الإسلامي هو نزل بقيم العدالة. وين العداله؟ انا اشكرك استاذ كامل. دكتور وضح، خلينا في النقطه حتى لا نستغرق كثيرا فيما طرحه زميلنا احمد. اتحسس من الظلم الواقع العراقي. خلينا نتجاوز الان انه هذه الحوارات التي لو جرت، هذا سؤال مهم. اي نعم. شوف، من 2011 بالقليل، من انطلاق الانتفاضه الشعبيه يعني الموسميه، خلينا نقول من 2011 الى اليوم، لم يتحدث لا ناشط ولا مواطن ولا قيادي الحركات الشعبيه بموضوع الحوار، الا المتورطين بالخراب والاجرام يتحدثون قوى العمليه السياسيه. اي تمام، يتحدثون عن الحوار. ليش؟ لطمر الحركه. ومع الاسف حتى القوى الدوليه الامريكيه والامميه تساند موضوع الحوار، اللي تريد استقرار العراق باي ثمن. هذا يجري على الشعب العراقي، على البسطاء، على الفقراء، على الضحايا، لا يعنيهم. المهم يجري حوار، هذا الحوار سيفضي إلى انتخابات مبكرة أو لا يفضي ما يعنيهم. وهذا الآن يعني حسب ما تسرب من لقاء بلارس سيدة جنين ممثلة الأمم المتحدة يونامي في العراق، أنه كانت يعني صدمت السيد مقتدى الصدر. كيف؟ بأنه عليه أن يبعد تياره وهذه الحركة الشعبية من المنطقة الخضراء، وأن يسمح للمؤسسات الحكومية أن تعمل بأريحية وفقا للدستور والقوانين. وتفاجأ، وسمعنا حتى أخبار لا ندري إذا كانت صحيحة أو لا، بأنه كان منزعج ومصدوم من هذا الطلب، لأن الممثلة الأممية والقوى الدولية وحتى القوى الوطنية العراقية غير مهيئة إلى موضوع الانتخابات المبكرة، الانتخابات اللي جرت بناء على تقارير أممية والسفارة الأمريكية والسفارة البريطانية، وقدمت لأصحاب القرار ومولوها. يعني الأمريكان وحدهم دفع الكونغرس 150 مليون دولار. أي حوار بين قوى العملية السياسية هو عملية كمن يحرث في البحر، لن يصل إلى نتيجة، لن يقوم العملية السياسية، لن ينهي مشاكل قواها، أليس كذلك؟ لا، أكثر من ذلك. أنه سيضخ خيبة أخرى للحراك الشعبي، امتصاص لهذا المظالم، وخيبة أخرى حتى يسكت، خاصة بعد ما تورط العشائر وشيوخ العشائر في موضوع الحركة اللي قادها مقتدى الصدر. مقتدى الصدر، أشكرك. أحمد الجنابي، بعثة الأمم المتحدة قالت إن الحوار الهادف والضروري بين جميع الأطراف أكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى، لأنه ثمة خطر كبير للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر في العراق. يبدو هذه الأزمة هي الأخطر على الإطلاق من بين كل الأزمات والمشاكل التي اعترضت هذا النظام السياسي من 2003، ويبدو أن هذه الأزمة مهدد حقيقي بنسف أو تقويض العملية السياسية. أين نقطة الخطر على العملية السياسية من هذه الأزمة؟ طبعا نقطة الخطر تكمن في أن النظام الدولي برعاية الولايات المتحدة منذ البداية سمح للقوى السياسية التي جاء بها بأن تثمن
إلى حد يصبح لديها الكثير الكثير مما تخاف عليه، وهذا هو أخطر شيء يمكن أن تقدمه لسياسي. المشكلة الآن أن كل القوى السياسية في العراق أصبحت متخمة بالمصالح ومتخمة بالسلطة ومتخمة بالثروة ومتخمة بالتبعية. المشكلة أن كل هذه القوى السياسية ليس لديها أي شيء في بالها عندما تجلس، لنفرض أنها جلست لطاولة حوار، لن تجلس لخير الأمة، ستجلس لمناقشة مصالحها. المشكلة أن طبعا سيقول قائل أن كل السياسيين في العالم لديهم مصالح، نعم، ولكن هناك في المقابل قانون قوي يضبط موائمة المصالح مع العمل السياسي. نحن في العراق نفتقر لهذا الشق القانوني الذي يلجم السياسي من خلط مصالحه الحزبية والفئوية والشخصية مع العمل السياسي، وهذه مشكلة حجر عثرة سيكون في طريق أي حوار. وأنا مراقب للوضع منذ 20 عاما، أي حوار سيصطدم بهذه الصخرة العنيدة. ولذلك أنا قلت في لقائنا السابق، الدستور يجب أن يسنده قانون قوي محترم، ونحن نفتقر لذلك. لذلك سلطتنا القضائية حسب ما تفضل أحد الأخوان تتصرف بأريحية، لأنها غير محكومة بقانون فعال. قانوننا أخلق فيه فجوات لها بداية وليس لها نهاية، ولذلك السياسيون نحن نعلم ماهرون في القفز على الحبال، ونظامنا الدستوري والقانوني يوفر لهم هذه الحبال. لذلك أنا أرى أن ليس هناك مخرج، وأن العراق فعلا بحاجة لمعجزة ربانية للخروج من عنق الزجاج الذي هو فيه منذ 2003. أشكرك دكتور رافع. الحقيقة في هذا المشهد أيضا فجر السؤال الكبير، مشهد الصراع بين الصدر والشركاء، السؤال الكبير عن الدولة العراقية بوصفها كيانا ومفهوما سياسيا، أين هي الدولة العراقية؟ مع العلم الكل في العملية السياسية يتباكى على الدولة العراقية، يضرف دموعا على الدولة العراقية، على مؤسساتها، حتى إطار الميليشيات أخرج تظاهرات للحفاظ على العمل على الدولة ومؤسساتها وشرعيتها وخوفا من التقويض. لكن أين هي الدولة العراقية؟ الكل يتحدث عن صراع القوى العملية السياسية، والمفهوم الدولة العراقية الآن ممسوخ متلاشي ضبابي. أين هي حقيقة بعد 2003؟ نتحدث، نعم، لو كان هناك شيء اسمه الدولة العراقية من عام 2003 لحد الآن ما كان الوضع وصل لهذا المستوى، ما كان وصلنا بهذه الأحزاب، ولا كان وصلنا لهذه الصراعات، ولا كانت هذه البيئة بهذا الشكل. لو كانت هناك دولة بمفهوم الدولة بمؤسساتها برؤيتها بمنهجها بهويتها، العراق فاقد لهويته، فاقد لمؤسساته، فاقد لكل شيء، فبالتالي لا توجد دولة، نحن نعيش زمن لا دولة. ولو كانت هناك، تسأل عن الحكومة، لو كانت هناك حكومة حتى عندما تطرح قضية إعادة الانتخابات مرة أخرى على الحكومة أن تدلو بدلوها وتقول إذا كانت حكومة فعلا منبثقة من الشعب مثل ما يدعي مصطفى الكاظمي أنه هو طلع من رحم ثورة تشرين، نعم، هو يدعي هكذا وكذبة كبيرة. مع ذلك حتى لو ناقشنا هذا الموضوع أو أخذناه على علاته بهذه الطريقة وقلنا طيب هذه الحكومة ليس عندما يقول واحد نعيد الانتخابات، بماذا تعيد الانتخابات؟ دعني شوية أتوسع باتجاه آخر للعودة إلى هذا. عندما انتشر كوفيد 19 أو كورونا
كل اللي فعلته منظمة الصحة العالمية والحكومات، حكومات الدنيا كلها، بماذا كانت تنادي؟ تنادي ببيئة قادرة على أن تحتوي المرض، أن تسقط المرض، بيئة نظيفة. يحاولون في كل إجراءاتهم يحاولون إيجاد بيئة نظيفة لكي يقضوا على المرض. وهذا بالنسبة سابقاً الطاعون وغيره، وأي فيروس يجينا أنت تصنع بيئة معينة، تسعى لصناعة بيئة معينة تساعدك على القضاء على هذا الفيروس. إن لم تصنع هذه البيئة سيظل هذا الفيروس يتناسل ويغير من اتجاهاته ويغير من تأثيراته ويقضي على الكثيرين. هكذا هي الانتخابات هذه. عندما تأتي بإعادة الانتخابات، يعني أليس من المفروض أن تهيئ لها أجواء وبيئة مناسبة لإجراء انتخابات بشكل آخر حتى تضمن لا يكرر السيناريو نفسه؟ نعم. وأول هذه الشغلات أنه أنت بلد تحكم الميليشيات وسلاح منفلت والكل عنده سلاح، طيب أنت تجري انتخابات بنفس الميليشيات موجودة على الأرض بنفس السلاح، من سيذهب؟ وكيف ستستطيع أن توقف هذا السلاح؟ هذا المال السائب الذي يصرف ويرشي الناس بالرشوة ويفسدهم، كيف ستوقفه؟ هذا كله يحتاج إلى تنظيف لصناعة بيئة جديدة تستطيع أن تحتوي أو تنطوي على انتخابات نظيفة نزيهة، تفرز قوى جديدة تستطيع أن تسقط العملية السياسية وتسقط الدستور بهذه الطريقة. والإسقاط يعني مثل ما يقول الأستاذ أحمد، يقول هي يعني يحتاج لها بس يعني قضاء رباني. نعم نعم، كنا نحتاج رب العالمين أن يكون معنا. نعم. بس رب العالمين في نفس الوقت يعني أعطانا عقول وأعطانا إرادة وقال صرفوا واستعينوا بي وإحنا أن يقف معاكم. تحتاج إلى ثورة حقيقية، مو ثورة يعني مقتضى الصدر. البيان رقم واحد أعلنه وانتظر 10 أيام، ماذا تنتظر؟ باختصار دكتور. نعم. ماذا تنتظر؟ تنتظر الرد الفعل من الطرف الآخر لكي تتفاوض؟ ما هي الثورة لو تمضي بيها وتسقط الدستور مثل ما قلت وتسقط العملية السياسية وتنتهي وخلاص؟ نعم. وتشكل حكومة بطريقة أو بأخرى والطريقة ونتحاسب وراها وتلزم الفاسدين وذبهم بالسجن وتجيب قضاء. تتوقع نصل لهذه النقطة؟ هذا سؤال أخير. احنا الشعب يصل في هذه الطريقة، لا مقتدى ولا غير مقتدى، الشعب فقط هو الذي قادر. لذلك أنا أقول الشعب مرة أخرى هو القادر أن يقيم ثورته، وكل التاريخ يشهد أن الشعوب قادرة أن تقيم ثوراتها وتصنع موجاتها الكبيرة التي تضرب كل هذا. شكرا دكتور. أستاذ كامل حساني، هذا الحراك من قبل مقتدى الصدر في سياق صراعه مع شركائه السابقين في البيت الطائفي الآن في إطار الميليشيات، هل تتوقع أنه سيصل إلى النقطة التي يتحدث عنها في التغيير مقتدى الصدر؟ وهل التغيير الذي يتحدث عنه الصدر هو المطلوب، هو التغيير المطلوب شعبيا ووطنيا عراقيا باعتقادك؟ لا أظن. السيد مقتدى الصدر أدواته قليلة وتصرفاته سطحية ومزاجية ارتجالية، لا يفقه كثير من الأمور. المتطلبات الانتخابات مثل ما تفضل الدكتور رافع يحتاج لها إلى إجراءات يعني مرة وقاسية تتعلق بالمحاسبة وتطبيق قانون الأحزاب. أستاذ كامل، أنت تتحدث عن مقتدى الصدر ركن أساسي في العملية السياسية، وراءه 75 مقعد في البرلمان، معناها أكو قاعدة شعبية قادرة على حشد الشارع ولديه ميليشيات وسلاح. لا، حتى مع الشارع والآن كيف أدوات صدم بالواقع يعني وطرحه لموضوع الانتخابات المبكرة، هذه هي صدمة. يعني وين من بدأ تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور إلى آخره، وبعدين رجعنا على الانتخابات حتى تصبح ديمقراطية حقيقية. أي ديمقراطية حقيقية وأنت خارج البرلمان وتطلب حل المجلس وإجراء انتخابات؟ وين الديمقراطية؟ طيب هاي الديمقراطية اللي كانت 20 سنة مو حقيقية كانت؟ لا، احنا الحقيقة استنادا لكلامه، اي يعني الحقيقة من 2010 بالقليل بعد التحريف الكارثي للأستاذ مدحت المحمود. نعم. لموضوع الكتلة الأكبر لم تعد عملية سياسية دستورية، كل الأمور تجري. وأستاذ فاق زيدان قالها. نعم. في برنامج متلفز بأنه عملنا بالسابق بالاجتهاد وليس بالدستور، وهذه القرارات التي صدرت بعد الانتخابات الأخيرة أيضا أقر بأنه عملوا بالاجتهاد.
رغم وضوح المواد الدستورية، الغاية أنه تحريف المواد الدستورية لطرف معين قريب من أصحاب القرار الإيراني. وكل الجماعات الأغلبية، الأكراد والسنة والسيد مقتدى الصدر، يعرفون هذه القضية، ولكن يحاولون أن يلفون ويديرون حتى يصنعوا ظروف تصلح الواقع القضائي ثم يبدأون بالإصلاح، ولكن هذا لم يحصل لأنه فشلوا بسبب الحساسية الإيرانية من موضوع مس السلطة القضائية، لأن ذراعهم الرسمي في التأثير على الواقع العراقي. أشكرك أحمد. هناك من يؤكد من الناشطين أن هذا حراك الصدر، وأن ربما تلبس بلبوس شعبي، هناك أناس مدنيين اقتحموا المنطقة الخضراء، رددوا هتافات، رفعوا شعارات، لكنه يبقى صراعا حزبيا بين قوتين رئيسيتين في العملية السياسية، ولا يمكن أن يلبس الثوب الوطني والشعبي. هذا الحراك للصدر لن يغير من واقع العراق، يبقى التعويل على الله أولا كما تقول، وعلى حراك شعبي فضل حقيقي. نعم. اي تفضل. نعم. أستاذي الفاضل، يعني نحن عندما نقول الشعب مسؤول عن ما جرى له، وعندما نقول أن الشعب يريد أن يتبع الكهنوت، هو ليس طعنا في الشعب، نعم، ولكن هو تشخيص لحالة قائمة. نعم. المشكلة في النظام القائم في العراق أن القناعات لا يمكن تغييرها، أو تغييرها يكون بشكل صعب جدا. لذلك من هو موجود في الشارع الآن لديه رغبة في التغيير، ولكن إلى حد معين، يعني بمعنى أنه يرضى أن يكون هناك حل توافقي، ولكن لا يرضى أن يكون ذلك على حساب قناعاته العقائدية. نعم. وهذه مشكلة يعني عويصة الحقيقة. احنا يعني في كل دول العالم لما التي يعني لديها نظام ديمقراطي، عندما تشاهد الخريطة السياسية في البرلمان ترى يعني ترى هناك تغييرات، يعني دائما هناك ناس يعني سياسيين ينتقلون من اليمين الى اليسار، او بالعكس، او ينتقل في نفس الجهة، مثلا ينتقل من يمين الوسط الى اليمين المتطرف، او بالعكس. نحن ما قلته او ما اقوله ان النظام السياسي، نعم، المؤسس على عقيده دينيه يمنع هذه الحريه، يقيد الحريه والاراده السياسيه للسياسيين وللشعب كذلك. ولذلك يعني ولذلك ما يقول به ما يقول به الناشطون انه هذا الحراك الذي الحقيقة يعني يخرج بتغريدة ويتم إرجاعه بتغريدة ليس حراكا شعبيا، هو حراك في النهاية حزبي، وإن تلبس بلبوس يعني الحراك الشعبي. إيه؟ أنا أرى حراكا دكتاتوريا. نعم. أشكرك. أنا أرى حراكا دكتاتوريا، لأن الدكتاتورية مثلها مثل كثير من القيم لها وجوه كثيرة. نعم نعم. الدكتاتورية ليس فقط من يأتي على الدبابة ويجلس، لا. الدكتاتورية لها وجوه داخل المقنعة تحت الغطاء الديمقراطي. عندما يتحكم شخص واحد بهذا الكم الهائل من الناس، أشكرك، هذا وجه من وجوه الدكتاتورية. أنا أشكرك أحمد، الحقيقة الوقت انتهى، وسعيدين بوجودك ووجود الضيوف الكرام الآخرين في هذه الحلقة من طاولة حوار، التي بحثت في استمرار أزمة الصدر مع شركائه في إطار الميليشيات، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وضيفنا أيضا العزيز أستاذ كامل حساني الإعلامي والخبير القانوني، وأحمد الجنابي كان أيضا إعلامي وأيضا باحث سياسي، وكان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.